ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضبية صباح اليوم. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، فقد رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب البحريني الكريم سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا العزيزة ملكا وشعبا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، ويتقبل الله سبحانه وتعالى من حجاج بيت الله الحرام حجهم ومناسكهم. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تهيئه وتسخره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن وما توفره من إمكانيات وتبذله من جهود في سبيل أداء حجهم ومناسكهم بكل سهولة ويسر. وبمناسبة اليوم الدولي للشباب، فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي يطلع به شباب مملكة البحرين في مسيرة التنمية، مؤكدا سموه حرص الحكومة على دعم مشاركة الشباب الفاعلة في عمليات صنع القرار وبما توليه من اهتمام في توفير المساحة المأمونة لهم لتطوير وتأهيل قدراتهم عبر البرامج والمبادرات في برنامج عمل الحكومة. بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى نقل منطقة السكراب الحالية بالمزرع إلى موقع آخر بما يكفل تنظيمها أمنيا وإداريا ويحول دون المخالفات والعشوائيات ويضمن الإشراف والرقابة عليها. وكلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بدراسة ذلك بالتعاون مع المحافظة الجنوبية والجهات الأخرى ذات العلاقة والاختصاص. بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولا، بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل الوضع القانوني لشركة صلة الخليج لتكون حكومة مملكة البحرين شريكا فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم. ثانيا، تابع مجلس الوزراء الوضع التشغيلي في ميناء خليفة بن سلمان وأشاد بالجهود المبذولة لتطوير خدمات وأداء الميناء وبالاستعدادات الجاري اتخاذها لطرح أسهم الشركة المشغلة للميناء للاكتتاب العام. وقد وافق المجلس على عدد من الخطوات التي تدعم نجاح عملية طرح أسهم الشركة المشغلة للميناء للاكتتاب العام، وذلك في ضوء التوصيات التي عرضها سعادة وزير المواصلات والاتصالات. ثالثا، أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة التنسيقية مشروع قرار بشأن رسوم استخراج صور مصدقة من بيانات سجل الإفلاس والمعلومات المقيدة في قائمة أمناء التفليسة، والذي جاء إعداده في ضوء ما استحدثه قانون إعادة التنظيم والإفلاس رقم 22 لسنة 2018 وعرضه معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. رابعا، بحث مجلس الوزراء تعديل اللائحة التنظيمية بشأن الرسوم التي تفرضها هيئة تنظيم الاتصالات على التراخيص والخدمات الأخرى الصادرة بالقرار رقم 7 لسنة 2017، وأحال المجلس مشروع قرار بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، والذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات. خامسا، أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات ذات العلاقة بالفضاء بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، والتي عرضها سعادة وزير المواصلات والاتصالات، وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون بين الجانبين في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية والتطبيقات المتنوعة المرتبطة بها.
سادسا أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 159 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة حوله.